اليوم عجبني الحال بزاف، لانه يوم مميز عندي بزاف. علاش؟ لاننا اليوم بغيت نعطي تكريم، بغيت ندير ان نوماج بور توت لي فام، تكريم لجميع النساء. علاش بغيت ندير هذا التكريم؟ في ظل هذه الازمه ديال الكورونا، وفي ظل الازمه ديال الحجر الصحي، كرمنا الاطباء اللي كيواجهوا، هما اللي كاينين الاطباء ولي زانفيرميي والطاقم الصحي، وهذا اللي هما كيواجهوا الازمه في قلب الحدث، يعني هما في السبيطار هما مواجهين الفيروس. كرمنا رجال الامن ورجال السلطه اللي ساهرين على الحمايه ديالنا، واللي كيتفاداو على ان هاد الفيروس ينتشر، واللي كيبزو على الناس الحجر الصحي وهذا. وكرمنا جنود الخفاء. ولكن العنصر اللي مهم في الاسره، والعنصر اللي مهم في الدار، والعنصر اللي دخلنا عنده دابا، اللي حنا عنده، اللي حنا جالسين عنده، اللي حنا دخلنا العالم ديالو، هو المرأة. هو المرأة هو المرأة المرأة كانت أم، كانت أخت، كانت ابنة، كانت اللي كيف ما بغات تكون. سمحي لنا فريمون، خصنا نطلبوا السماحة من حقها. علاش؟ لأنها هي دابا الركيزة، هي العمود الفقري ديال هاد الشخص اللي هو المنزل، هي اللي هزة كل شيء. أكيد بزاف ديال النساء تحبطوا، بزاف ديال النساء طراو لهم مشاكل بحال بزاف ديال الرجال، ولكن بما أن المرأة عندها واحد الصيغة عاطفية كبيرة وكثيرة وأكثر من الرجل، أنا في نظري كتكون المرأة عادي تعذب بزاف، وعادي تألم بزاف، لأنها العاطفة ديالها قوية، ماشي بحال العاطفة ديال الرجال. والراجل فان كونت ملي كيجلس، ولا ملي كيجلس في الدار، ولا هذا، من غير على انه تينقر شويه، الراجل شنو كيعرف يدير؟ الراجل تيسلم امره لله، تيسلم امره للمراه، هي اللي كدير كل شيء. دونك جو سي، انا عارف بان بزاف ديال النساء تعرضوا لاحباطات. كاين النساء، وسيرتو انا كما قلت لكم المراه عاطفيه بزاف، كاينين بزاف ديال البنات باغ اكزومبل، انا تنعرف الناس اللي عندهم هذا المشكل هذا، اللي كانت مبروغراميه العرس ديالها، كانت مبروغراميه العرس ديالها، وفرحانه بالليله باش دير الليله ديالها، وفرحانه باش تكون عروسه. وانتم عارفين اكثر مني، لانك انتم نساء، انتم عارفين هاد الاهميه ديال هاد الليله هادي عند الفتاه المغربيه، ولا عند اي فتاه في العالم. كاينين النساء اللي كان عندهم كيوجدوا مشروع، كاين النساء اللي كانوا مبرمجين شي مسائل مهمه في حياتهم، اي تو تي طومبي الو، كلشي طاح، كلشي بين عشيه وضحاها. المشيئه ديال الله سبحانه وتعالى، ما عاديش نقولوا هذا عقاب، ولا نقولوا هذا، حنا اوني با بيان بلاسي باش نقولوا شنو هذا القدر اللي صيفط لنا الله سبحانه وتعالى، لان اي حاجه كيصيفط لنا الله سبحانه وتعالى فيها حكمه. دونك ملي صيفط الله سبحانه وتعالى هاد الحكمه ديالو اللي تجلات في فيروس كورونا، بزاف ديال الناس طاحوا لهم لي بروجي ديالهم. داكور، مزيان. دونك دابا الله يجازيكم بخير، عندي واحد الرساله لجميع النساء اللي غادي يتفرجوا في هذا اللايف، وهاد الرساله هذه في ظل ازمه كورونا غادي تفيدكم اكثر. ولكن من غير ازمه كورونا، لان الحياه عامره ازمات، ومن غير الازمه ديال كورونا هاد الرساله فهي خدامه، فهي غادي تمشي معكم. ونتمنى من الله على انها تحاول تقاد، انني نقدر نقاد لكم شي مسائل في عقلكم، وانني نخفف عليكم هاد العبء ديال هاد الازمه اللي طحنا فيها، ونخفف عليكم شويه العبء ديال الاحباطات اللي تتعيشوها، والازمات العاطفيه اللي تتعيشوها. دونك في حياتكم خصكم تعرفوا اخواتاتي عفاكم، غادي يكونوا عندكم امنيات، يكونوا عندكم رغبات مختلفه، غادي تخلقوا فيكم، ماشي نتوما اللي غادي تخلقوهم، هما غادي تخلقوا هاد الرغبات. ولكن راه الا ما كنتوش تايقين في القدرات ديالكم، الا ما كنتوش تايقين في الامكانيات ديالكم، راك ما عمركم ما غادي تحققوهم. كاينه اللي كتقول دابا، انا دابا في ظل هذه الازمه انا ما بقات عندي حتى شي امنيه، ما عندي حتى شي حلم، ما عندي، ما صافي، الطابلو كحال، صافي الدنيا كحالت لها في سميتو. ولكن كونوا على يقين اختي، على ان الله سبحانه وتعالى خلقنا لسبب، خلقنا لواحد الحاجه. شنو هي؟ هي نحققوا واحد الحياة اللي كتجي معنا، هي نحقق أهداف، هي نكون عائلة، هي نربي وليدات، هي نديرو مشاريع. ربي عطانا رسالة، هذه الرسالة أمانة، أمانة في الرقبة ديالنا. دونك كوني على يقين أختي، على أن الحلم والهدف ديالك وداك الشيء اللي باغي تحقيه هو رغبة اللي تخلقات فيك، وتخلقات معاك، مكتوبة معاك في الأدين، راه ميمكنش تخلي عليها. سي فري أنك تدوزي من ظرفية صعيبة، ولكن راه ميمكنلكش تخلي عليها. حنا كاملين في هاد الوقيته
اللي صعيبه تلمون كاين الناس كاين العيالات اللي تخلعوا كاين النساء اللي تخلعوا بزاف كاين اللي تقهروا كاين هذا ما كتاخذش حتى 5 دقائق من نهارها على انها تفكر شنو كيفرحها شنو تيعجبها شنو تيعجبك شنو تيفرحك شنو تيجي معاك خذي واحد 5 دقائق وجلسي مع راسك في الدار وسوري راسك شنو تيعجبك شنو هي الحاجه اللي كتخلي ديك العاطفه ديالك ديال الفرحه طلع لو نيفو ديال الفرحه طلع لان كل وحده فيكم عندها المفهوم ديال السعاده مختلف على الاخرى راه كل وحده وعندها السعاده ديالها كيفاش كاينه اللي عندها السعاده ديالها في انها تكون مع الزوج ديالها والاطفال ديالها كاينه اللي عندها السعاده ديالها في انها تطيب لهم شي حاجه كاينه اللي عندها السعاده ديالها انها تلقى صحباتها كاينه السعاده اللي عندها السعاده ديالها في انها دير مشروع كاينه كل وحده والسعاده المفهوم ديال السعاده اللي عندها السعاده المفهوم ديالها مختلف من شخص لاخر ولكن كوني على يقين اختي على ان عندك الحق في ديك السعاده عندك نصيبك من السعاده وعندك الحق فيه حاليا دابا سافري كلشي كيتشكى كلشي حزين كلشي كيتالم وعندكم الحق تشكاو لان في الظروف الحاليه الحمل كله تلاح عليكم الحمل كله نزل لكم على كتافكم لانكم انتم هما المسؤولين علينا في هاد في هاد في هاد الظرفيه الزمنيه انتم اللي مسؤولين على البيت من حقكم تشكاو عرفتوا علاش عاوتاني لان كاينين بزاف الاحلام اللي طاحوا بزاف ديال الامنيات اللي تلغاو بزاف ديال المسائل اللي كانوا متبرمجين ومشاو عندكم الحق من حقكم ولكن سمحوا لي نسولكم راه عندكم واش كتاخذوا الوقت على انكم تحمدوا الله وتشكروه على هادشي اللي عندكم ديجا على البيت اللي عندكم على الاطفال اللي عندكم على الخوت اللي عندكم على العائله اللي عندكم على الحب اللي كيحبكم الناس اللي دايرين بكم على ديك اللقمه اللي كتلقاو واش كتاخذوا الوقت على انكم تحمدوا الله وتشكروه واش كتلقاو الوقت على انكم تشكروا هاد النعمه تشكروا هاد الصحه اللي عطاكم الله تشكروا عيل الفات على انكم ما تقاسيتوش بكورونا راه الانسان ملي كيشوف شنو ما عندوش كينسى شنو عنده دونك هنايا الانسان الله يجازيك بخير اختي هو انك فكري شوفي دوري عينيك شوفي داكشي اللي حداك شوفي داكشي اللي عطاك الله سبحانه وتعالى وما تحاوليش تكونسونطراي على داكشي اللي مشى ليك ولا على داكشي اللي ما لقيتيش ليه الجهد ولا هاد الازمه شنو اللي خلات يضيع منك حيت الا عندك غير واحد القليل من الرخاء ومن الطمانينه ومن الماكله ومن السعاده ومن الحب الحمد لله الله وشكره لان بداك القليل الناس كيصنعوا الكثير وداك القليل هو اللي غادي يخليك تبداي وخصك تكوني فخوره وتحمدي الله وتشكريه على ابسط الاشياء بحال انا ديما تنتفكر واحد القصه قال لك واحد السيد كان ديما تيتشكى من صباطو اللي متقوب حتى واحد النهار شاف واحد السيد ما عندوش رجليه هو يحمد الله على رجليه وعاد حمد الله على داك الصباط اللي لابس دونك الانسان اختي الله يرضي عليك ما يشوفش بان راه تلغات ليه هاد القضيه اللي كان مبرمج راه بدا واحد المشروع وما تمشاش راه هذا دونك اختي العزيزه كيف ما كان الحال وكيف ما كان الهدف ديالك تجوجي ولا ديري عائله ولا ديري مشروع ولا تلقاي خدمه خاصك تكون عندك القناعه الكامله وتكوني على ادراك تام بانك خصك تعطي احسن ما عندك وتبدلي جميع المجهودات وتعطي الطاقة ديالك كاملة وتديري كل ما في جهدك باش توصلي لذاك الشيء اللي بغيتي علاش؟ لأن الطريق بينك وبين الأحلام ديالك وبين الأهداف ديالك راه ما سهلاش الطريق ديالك راه ما سهلاش ما عمر شي حاجة زوينة باش نوصلوا ليها ما كتكون سهلة كما كانوا كيقولوا الناس القدام اللي بغى العسل يصبر على قريص النحل الحاجه اللي زوينه بزاف خصها تضحيه دونك ما ديريش على ان تستسلمي تلقاي العقبه الاولى جات الازمه ديال كورونا صافي نطيح في الاحباط انا راه ما عاديش ندير وانا راه ما عيطراش ليا وانا راه ما نديرش العرس وانا راه ما نجوش وانا ما نديرش هذا المشروع وانا راه ما نديرش هذه دونك هنايا راه ماشي انت باغا تحقي الهدف ماشي انت باغا توصلي للحلم ديالك انت باغا تلقاي العذور
الاعذار، باغا تلقاي واحد العذر باش ما ديريش، باغا تستسلمي. ونقول لك واحد القضيه بيني وبينك، شتي الا مشيتي تستسلمتي مره واحده، الاستسلام غادي يولي عندك عاده، وغادي تولفي تستسلمي، غتولي تولفي تحطي الحمل. الحياه راه ما سهلاش، سمعتيني، الحياه ما سهلاش، الحياه ما عمرها ما تعطيك، تيقول لك نادا بور نادا، غيان يا غيان بور غيان. ما يمكنش نوصلوا لواحد الهدف، وما يمكنش نوصلوا لذاك الشيء اللي بغينا غير هكاك نتسناوها تجي من السماء. حيت كاينين شي ناس يسحبوا بان النجاح، بان الثراء، بان السعاده، بان الاطمئنان، بان الصحه كتجي هكاك الزهر. الزهر ما كاينش، الزهر ما كاينش في القران بعدا. ياك حنا مسلمين، انا نتحدى اي وحده فيكم تقلب ليا في القران وتلقى ليا ايه اللي عنده الزهر يدير اللي بغى، يدير الاتام ويرتكب كل شيء، راه غادي يمشي للجنه حيت عنده الزهر. دونك الله يجازيكم بخير. الاستسلام لا، الاستسلام لا. وهذا شتي الا فهمنا اليوم، والا خديتو من عندي انا هاد الرساله هادي، دونك راكم اليوم راني بلغت لكم الرساله. كاينه واحد الحاجه واحده اخرى عاوتاني اللي بغيت نهضر لكم عليها. ماشي كاين بزاف الناس اللي كيقولوا راه حيت الهدف ديالي صعيب، ياك راني ما غاديش نوصل ليه. هادي راه ما عندها حتى علاقه بهادي، بالعكس كاينين الناس حيت تيشوفوا الهدف صعيب كيديروه تحدي، كيديروه واحد سميتو، كيديروه واحد الحافز على انهم يحققوا الهدف ديالهم، ديك الصعوبيه اللي فيه. الا كان الامر كيستدعي على انني نضحي، على انني نقرا، الا كان اختي الامر تيستدعي على انك تقراي، نوضي تقراي. الا كان سيستدعي الامر على انك تخلاي على دوك التجمعات مع صحابتك الواحد، مع صحاباتك الواحد الفتره تخلاي عليهم. الا كان تيستدعي الامر على انك تفيقي الصباح، وفيقي الصباح. الا كان تيستدعي الامر على انك تخدمي، على انك ما نعرف جو سي با شنو. الا كان هادي ملي كيكون هذاك الشيء الهدف ديالي كيحرك فيا الداخل، تيشعل فيا العافيه، ما تيخلينيش الناس تنحلم به، هو يدير لي بحال واحد اون سورت ديال شنو نقول لكم. انا تنعطي ديما المثال بار اكزومبل بلي شامبيون دو موند بسميتو بابطال العالم. ابطال العالم ما يمكنش يقول بان صافي انا راه غادي نوض نتريني ساعه واحده في النهار وراه غادي نشد البطوله، لا تيبقى يتريني حتى تيعيا، وملي كيعيا عاد تيبدا يتريني. علاش؟ لان عارف الهدف ديالو راه ما ساهلش. دونك الا كان تيستدعي الامر على انك تضحي باش تحقق الاحلام ديالك، فضروري من التضحيه. وهاد الازمه دابا ديال كورونا، وهاد الازمه اللي كنمروا بها، فهي داخله في اطار التضحيات اللي تقدري ديري اختي باش تزيدي لقدام، باش تصايبي الحياه اللي بغيتي. دابا كاينين بزاف الناس يقول لك انا ما عنديش الوقت، ما عنديش الوقت باش نقرا، ما عنديش الوقت باش نزيد لقدام، ما عنديش الوقت باش نغير حياتي. الوقت دابا عندك. في الازمه ديال كورونا كلشي جالس في الدار، دونك حتى الا كنتي خدامه شي خدمه اللي ما عجبكش، فهذه هي الفرصه تغيري المايند سيت ديالك، تغيري العقليه ديالك، تقراي، تقلبي، ما تبقاش شاده هي تيك توك وفيسبوك وواتساب وكتطلعي وتهبطي في التصاور وكتسناي حياتك تبدل. هذيك راه ما كتسنايش حياتك تبدل، هذيك كما كيقولوا هنايا في الشمال، هذيك تديري لحياتك المسكار، كديري ليها البنج، كتبنجيها. علاش؟ لان ديك لو كابيتال اللي عطاك سيدي ربي في النهار، ديك 86400 الثانيه اللي عطاك في النهار، هذاك ستان كابيتال، هذاك راه راس المال، كتضيعيه في والو. الرساله الاخرى اللي بغيت نقول لكم هو ان عندكم الوقت دابا على انكم تكونوا نتوما. حاولي تزعمي اختي على انك تكوني مختلفه، ما تكونيش، ما تحاوليش تكوني بحال كاع الاخرين، بحال كاع البنات. كوني انت، كوني انت، تكون عندك هذه الزعامه ديال انك تكوني انت وتفرضي الشخصيه ديالك. علاش؟ لان المجتمع كيرغم علينا نكونوا بحال بحال، نفكروا بحال بحال، باش ندخلوا في واحد القالب ديال الامتتاليه، نوليو حنا كاملين بحال القطيع، بحال الخرفان. لا لا، الا كنتي انتي باغا تولي بحال الاخرين، شكون اللي غادي يولي انتي؟ شكون؟ يلا الا انا باغي نولي بحال الاخرين، شكون اللي غيولي انا؟ شكون اللي غادي يكون في بلاصتي؟ وما كاين حتى شي متعه في انني ننكر شخصيتي، وما كاين حتى شي متعه في انك تغيري شخصيتك باش تقمصي شخصيه ديال وحده اخرى، ما كايناش متعه. علاش؟ لانك ما تكونيش فرحانه، ما تكونيش مطمئنه، ما تكونيش راضيه على راسك. واحد القضيه، ما عمرك
ما تفكر على انك ماشي قد المستوى، ما عمرك ما تفكر على انك انت ناقصك شي حاجه. الله سبحانه وتعالى خلق فيك كل شيء، tu es parfait. Et moi je te le promets, tu es parfait. وانا تنقولها لك tu es parfait. عرفتي علاش؟ pour la simple raison هي ان الله سبحانه وتعالى فاش خلقنا اصطفاناه الملائكه. عرفتي شكون هما الملائكه؟ وحنا اصطفاناه عليهم. دونك اختي الله يرضي عليك راك يحسن من الملائكه، لان قال الملائكه سجدوا لادم، ما قالش لينا حنا نسجدوا للملائكه. دونك ربي عطاك كل شيء، راه ما ناقصك حتى شي حاجه. دونك ما عمرك ما تحطي راسك في القليله، ما عمرك ما تطيحي من راسك. لا، عطاك ربي كل شيء، عطاك ربي كل شيء. دونك الله يجازيك بخير، خلي راسك ديما الفوق، وديما اختاري الحياه اللي كتناسبك انت، ماشي اللي كتناسب الاخرين. كاين بزاف الناس وكاين بزاف البنات ولسوء الحظ كتختار الحياه اللي تناسب شخص اخر، ولا كتختار الحياه اللي تناسب ناس وحدين اخرين. اختاري الحياه اللي تناسبك، لانك راكي كتستاهلي تعيشي الحياه ديالك انت، ماشي الحياه ديال واحد اخر. اون فان دو كونت باش تنجحي خاصك ضروري تخيلي يوميا شنو باغا تحقي، شنو هو الهدف ديالك. كان الهدف ديالك هو الحصول على عمل، كان الهدف ديالك هو انشاء مشروع، كان الهدف ديالك هو الزواج. ديري واحد، تخيلي في دماغك هادشي وتخيليه بقوه، ديري اون فيزواليزاسيون. ما عرفتش كيفاش نقولها لكم بالعربيه، ولكن يكون عندكم واحد التصور، واحد التصور لداكشي اللي بغيتو. راه قال لك سو اكوا اون بونس لو بلوس بخون دو لومبلور، الحاجه اللي كنفكروا فيها بزاف تتكبر. دونك ندير واحد المخيله ديالي، ندير واحد الصوره ذهنيه. هاد الصوره الذهنيه خصني نديرها، وخص علاش هاد الصوره الذهنيه خصني نديرها؟ علاش خصني نفيزواليزي؟ لانها تخدم ليا هي عقلي، وتخدم ليا اللاوعي ديالي، باش هادو بجوج غادي يقلبوا ليا على الحلول، ويقلبوا ليا على الوسائل، ويقلبوا ليا على الحلول السهله اللي غادي تقدر توصلني. انا نقول لكم على سبيل المثال كيفاش. دابا ملي كتخرجي من دارك وكتكوني باغا تمشي من دارك لواحد البلاصه، وانتيا ساكنه في تطوان، نقولوا على سبيل المثال بغيتي تمشي من ساري سفير الابينيدا، ولا المهم بغيتي تدوري في تطوان، بغيتي تمشي تقضي واحد الغرض. كتعطي راسك المعلومه بانك بغيتي تمشي تقضي داك الغرض، خرجتي كتفكري في احسن طريق غادي تدوزي منها، ماشي انت اللي كتفكري فيها، كيفكر فيها عقلك الباطني، كيفكر فيها اللاوعي، هو اللي كيلقى لك الطريق. دونك ملي كندير في المخيله ديالي شنو لاياش باغي نوصل، عقلي واللاوعي ديالي هما اللي كيخدموا عليا. حيت الافعال ديالك عندها علاقه وطيده مع الافكار ديالك، عندهم واحد مرتبطين واحد ارتباط وثيق جدا. لان جو في سو كو جو بونس، ماشي جو بونس سو كو جو في، كندير داكشي اللي كنفكر فيه. ولا بغيتي تسهلي عليك الماموريه في انك توصلي لداكشي اللي بغيتي، سهله. انا نعطيك واحد الطريقه زوينه بزاف، وانا كنت نديرها ومازال تنديرها لدابا. كتبي الاهداف ديالك في ورقه وغادي يوليو اكثر واقعيه. كتبيهم في ورقه، كتبي الاهداف ديالك، ديري الاهداف ديالك هاد العام، باش باغا تخرجي هاد العام، شنو باغا تحقي، باش شنو هو الهدف ديالك من هاد الازمه ديال كورونا، شنو الهدف ديالك في 2020، شنو الهدف ديالك من هنا 5 سنين، شنو الهدف ديالك من هنا 10 سنين. وكتبي الاهداف ديالك، وعادي تشوفيهم، على ان الاهداف ديالك غادي يبداو يهضروا معاك، هما غادي يبداو يتكلموا معاك. علاش؟ لان غادي تكوني حطيتيهم واحد شويه على ارض الواقع. وكل صباح فيقي بهذيك لا فيزيون ديال الاهداف ديالك، وقراي الاهداف ديالك. علاش تيتسمى لو غابيل فيزويل؟ هي انني انا نبدا نشوف، نبدا نقرا شنو داكشي اللي باغي نوصل ليه. شنو قلت لكم قبيله؟ ملي كتبدا تعطي الاهداف ديالك لعقلك، شنو كيبدا يدير عقلك؟ تيبدا هو يلقى لك الحلول ويلقى لك الوسائل. دونك كل صباح نقرا، وكل قبل ما ننعس نقرا الاهداف ديالي. داكور، هذا اش نقول لك، هادشي انا كنديرو وساعدني بزاف لانني نغير حياتي، وساعدني بزاف لانني نحقق بزاف ديال لي زوبجيكتيف اللي كانوا في الاول تيبانوا لي على انهم صعاب. الافكار ديالك اختي كيخلقوا المستقبل ديالك، دونك خوضيهم بعين الاعتبار. عرفي راسك فاش تتفكري، كتسمى لا بونسي لاتيتود مونتال بوزيتيف. نفكر في شنو بغيت، ونفكر فكر ايجابي، ما نفكرش فكر سلبي. حيت الا فكرت فكر سلبي، كما قلت لكم العقل ديالنا ما تيعطينا غير داكشي اللي فكرنا فيه. سي فري، الدنيا قاسية، الدنيا صعيبة، الدنيا ما ساهلاش، والدنيا الدنيا شنقول لكم، الدنيا كضربنا
هتسمحوا لي نشرب افوتر سونتي. الحمد لله الدنيا ما سهلاش، ولكن نبغي نخليكم نبغيكم تبقاو ديما ايجابيين. الرسول صلى الله عليه وسلم قال تفاءلوا ولا تشاءموا، سيدنا علي قال كل متوقع اتي فتوقعوا خيرا. دونك انا دابا الى عارف هذاك الشيء اللي كنتوقعو كيجي، والرسول صلى الله عليه وسلم قال لي تفاءلوا ولا تشاءموا، شنو ندير انا؟ انا مسلم، انا مسلمه، انا قلبي عامر بالايمان، دونك علاش غادي نهزها ملي تقالت؟ وعلاش غادي نكون نيجاتيف في الافكار ديالي؟ حيت راه بزز منك، بزز منك اختي غادي تعلمي تعومي بالتيار، بزز منك غادي تضربي بيديك وبرجليك باش تخرجي بشي نتيجه في هاد الحياه. هي هو خاصك تزعمي تبتكري، تزعمي تبدعي، تزعمي تخلقي، لان افكارك قادرين يغيروا حياتك وقادرين يغيروا العالم اللي انت فيه. عيب الافكار ديالك. الا بغيتي تزيدي القدام خاصك تخرجي من منطقه العجز، هذيك المنطقه خارجه علينا بزاف، منطقه الراحه، ولكن حنا ملي كنهضروا بالدارجه ديالنا بالدارجه المغربيه انا كنسميها منطقه العجز. هو العجز مزيان، الا بغيتو شي نهار ندير لكم شي لايف على العجز. هو العجز مزيان حيت قال لك الا بغيتي شي حاجه دير بالزربه عطيها للمعجز، المعجز كيلقى الطريقه بالزربه. دونك العجز مزيان، ولكن منطقة الراحة ديالنا شنو هي؟ منطقة الراحة ديالنا هي نظام المعتقدات اللي تربينا فيه، هما الأفكار ديالنا. إلا كنتي كعرف، إلا شفتي راسك أختي بأنك عايشة واحد الحياة أنت ما راضياش عليها، فعرفي بأن داكشي اللي تعلمتي حياتك كاملة هو اللي وصلك لتما، والأفكار ديالك هما اللي وصلوك لتما، وكوني مسؤولة على داكشي اللي وصلتي ليه. أوكي؟ الإنسان يعطي لراسو فرصة، يعطي لراسو فرصة. عطيو راسكم فرصة، الله يعطيكم الستر، عطيو راسكم فرصة في هاد العواشر. شو العواشر جات، شو لا صدفة، العواشر جات في هاد الأزمة ديال كورونا. منها الإنسان يتصالح مع راسو، منها يتقرب الله سبحانه وتعالى، منها ينقي الذات ديالو، منها يعرف الصلة ديالو ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى. ما تنقولش لكم تزينوا زعما تشبتوا بداك سميتو وديروا الطقوس وهذا، لا، التصالح مع الذات. أنا عارف راسي انا كيفاش داير انا من الداخل، ونقي راسي باش تنزل عليا الطمانينه. الا بذكر الله تطمئن القلوب. دونك الطمانينه راه سهله نقلب عليها، وهذه هي، هذه هي الهمزه كاع، ماشي هي الفرصه، هذه هي الهمزه، هذه هي الهمزه. علاش؟ لان عندكم الفرصه وعندكم الوقت وعندكم كل شيء باش تغيروا حياتكم. عشان نقول لكم اخوتي اخواتاتي، للاسف للاسف حياتكم وحياتي، في حياتك انت يا اختي عادي تعرضي للازمات، تعرضي للمشاكل، كما كنقول انا عادي تعرضوا للعصا. دونك كل واحد فينا عادي يتعرض للمشاكل بحال هذه الازمه ديال الكورونا. كاينه اللي كانت باغا دير العرس، كاينه اللي كانت باغا كما قلت لكم في الاول باغا دير مشروع، كاينه اللي كانت مبرمجه شي حاجه مهمه، كاينه اللي كان عندها احلام وكان عندها اهداف وجهات شي قدر الله وقدره يهرس كل شيء مزيان. ودابا كتسولي راسك تتقولي علاش، علاش انا، علاش هادشي كيطرى ليا، علاش انا كنت عوالا ندير صدق كلشي طاح كلشي راب، واش انا ما عندي زهر، واش مزيان. هنايا الا بديتي كطرحي هاد التساؤلات غادي تدخلي في الدوامه ديال الاسئله بدون اجوبه. عرفتي الاسئله بدون اجوبه، تتسول شي اسئله انت عارف راسك ما عندكش السؤال، وتا واحد ما يجاوبك. وهاد الاسئله بدون اجوبه شنو فيهم؟ هاد الاسئله بدون اجوبه فيهم التوتر، فيهم الاكتئاب، فيهم الحزن، فيهم كل شيء توسكي نيجاتيف. دونك هنايا شنو هو الحل؟ انا دخلت في هاد الاسئله ودخلت في هاد الدوامه، شنو هو الحل؟ شنو نعمل؟ شنو غادي ندير باش نخرج انا من هادشي، باش اون وان نبدل الطريقه ديال التفكير ديالي؟ الحل اختي كاين في الطريقه اللي كتعاملي بها مع العواطف ديالك، لي سونتيمون ديالك، كيفاش كتعاملي معاهم؟ واش لي سونتيمون ديالك تيتحكموا فيك، ولا انت كتحكمي في لي سونتيمون ديالك؟ اوكي. هنايا واحد السيده كتبت لي ان بعد العسر يسرا، للتصحيح اختي ان مع العسر يسرا. في قلب المشكل، هو المشكل ما كيعطي لنا الله سبحانه وتعالى، تيعطي في قلب منه اليسر فيه. ان مع العسر يسرا وان مع العسر يسرا، كل عسر ما جوج يسر.
ربي يدير لنا كلشي زوين. دونك كيف ما قلت لكم واش انا كنتحكم في العواطف ديالي ولا هي اللي كتحكم فيا؟ خبرك اختي راه كلشي كاين في العقل، كلشي هنا سا سباس ايسي. لان هي راه صعيبه اون فيت سي فري، صعيبه يتلغى لك كلشي، صعيبه تهدم لك الحياه، صعيبه كنتي بالنسبه للناس اللي كيخدموا، بالنسبه للعيالات اللي تيخرجوا، بالنسبه شويه لقيتي راسك مسدود عليك في الدار. هادشي راه صعيب، راه صعيب بالنسبه ليا، صعيب بالنسبه لتو الموند، صعيب بالنسبه لسبعه المليار و500 مليون واحد اللي كاينه في البشريه، راه ما ساهلاش. جو سي صعيبه بزاف، غادي يطيحوا في الاحباط بزاف، يعيو ما يفكروا بزاف، يعيو ما يتقهروا بزاف، ما يقولوا شنو واقع وعلاش و هاوي بزاف 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 ديال الاحلام، بزاف الاحلام غادي يطيح. ولكن نسولكم واحد السؤال، كتعرفوا نتوما شي ملاكم تيبغي يتلقى الضربات؟ كتعرفوا شي بوكسور تيبغي يطيح؟ كتعرفوا شي واحد تيبغي يتضرب ويعاود ينوض؟ كتعرفوا شي واحد تيبغي يتقصح؟ كتعرفوا شي واحد ولا شي دري صغير تيتعلم يتمشى تيبغي يطيح؟ ما كتعرفوا حتى واحد. انا تنعرف وحده هي انت، انت غطيحي وخصك تنوضي وخصك توقفي وخصك تعتمدي على راسك وخصك تقولي بان هذه هي الحياه، وبان الحياه هكا، والحياه مازال الحياه دار امتحان، الحياه ماشي دار متعه، الحياه دار امتحان. صيفطنا الله هنايا باش نتمتحنوا، عمركم شفتوا شي امتحان سهل؟ ما كاين حتى شي وحده ولا حتى شي واحد غايقول لك بان الامتحان هذاك لفات ديال انك غادي تدوز امتحان سهل. فهنايا حنا في ارض امتحان، حتى واحد ما عارف شحال خصك الوقت، شحال خصنا الوقت باش نخرجوا من هذه الازمه، وحتى واحد شحال ما عارف شنو خصنا، شنو خصك تبدلي من مجهودات باش ترجعي داك الشيء اللي كنتي كتحلمي عليه، وحتى شي واحد ما عارف التضحيات اللي خصك ديري. وتقدري تكوني كاع فقدتي الثقه في راسك، تقدري تكوني ما بقيتيش مصدقه على انك داك الشيء اللي بنيتيه تقدري تعاودي تبنيه. ولكن اسمحي لي نقول لك عندك جوج ديال الاختيارات، ما كاينش ثلاثه، جوج. الاختيار الاول هو تستسلمي في هذه الازمه، هو تطيحي في الاحباط، تطيحي في الاكتئاب، وتخلي هذه الازمه وهذا الحجر الصحي وهاد كورونا تريب لك حياتك وتهرس لك المورال ديالك ودير لك ازمه نفسيه ودير لك خلل نفسي مدى الحياه. هذا الاختيار الاول. الاختيار الثاني هو انك ديري من هذه الازمه، ديري منها تحدي، ديري منها فرصه على انك تبدلي حياتك وتبدلي الذات ديالك، وكما قلت لكم قبيله ديري تصالح مع الذات. دونك هنا عندك جوج ديال الاختيارات كما قلت لك، وحده غادي تهدمك ووحده غادي تطلعك. دونك هنايا الانسان الانسان خصو يعرف يختار، والاختيار كيرجع ليك، حيت كل واحد غادي يختار، كل واحد غادي كيف ما كنقولوا داك الفو فوار لو فير ا موتي بلان ولا ا موتي فيد، il faut voir le bon côté des choses et voir les choses du bon côté. خصني نشوف الحاجات الزوينه، الحاجه الزوينه في المشكل ونشوف في الحاجه ونشوف شنو زوين في الحاجه، يعني من جوج جهات خصني نشوف غير الزوين ما نشوفش الخايب. بالنسبه لي انا شنو كندير خلال الازمات؟ شنو كندير ملي كندوز من شي ازمه؟ كنحاول نفكر في اللي كفس مني، في اللي داز في شي ازمه كفس مني، في اللي تعذب اكثر مني، في اللي تكرفس اكثر مني، في اللي تقهر اكثر مني، وفي اللي قدر يوقف وينجح اكثر مني. وتنقول علاش هو، علاش علاش هو قد يتعذب وقدر يطيح في هذا البروبليم وقدر يزيد القدام وقدر 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 وانا لا؟ شنو زعما هو ولد 9 شهور وانا ولد 9 ايام؟ هو عنده جوج اليدين وجوج الرجلين وانا ما عنديش؟ هو عنده جوج العينين وانا ما عنديش؟ هو عنده العقل وانا ما عنديش؟ الا هو قدر، ولا كاين واحد ولا كاينه وحده اختي كتعرفيها في ازمه اكثر منك وكانت في ازمه اكثر منك وقدرات انها تغلب على الازمه وتزيد للقدام، دونك علاش ما ديريهاش انت؟ الانسان خصو يوقف على رجليه كيف ما بغى يكون، خصك تقري، حيت الوحيد اللي غيقرر في حياته واش الحياه سالات هو انت. وحتى واحد ما عادي، وحتى وحده ما غتبقى عايشه معاك حتى تموتي من غيرك انت، الشخص ولا يعيش مع راسو، انت هي اهم شخص عندك في الحياه. دونك انت خصك ديسيدي واش حياتك في هذه الازمه ديال كورونا هتبط ولا غادي تطلع. القرار تيرجع ليك عاوتاني، الاختيار
كيرجع لك حيت انت اللي كتحدي لي ليميت ديالك، انت اللي كتحدي الحدود ديالك، انت اللي كتحدي رزقك. اون فان دو كونط غايقول لك الارزاق بيد الله مزيان، ولكن ربي عطانا واحد الرزق هو الماده البنفسجيه في عقلنا، وبهذه الماده البنفسجيه عطانا القدره على اننا نخلقوا ونبتكروا ونسعوا ونقلبوا ونخدموا ونزيدوا لقدام. كاع الناس اللي قدروا ينجحوا ولا يديروا شي حاجه مهمه في حياتهم، ولا العيالات اللي وصلوا لواحد المناصب كبار، ولا الرجال اللي وصلوا لواحد المناصب كبار، تقهروا دازوا من الفقر، تكرفصوا، تعرضوا للاحباط، تعرضوا للفشل بلا ما توريهم الدنيا ولو مره واحده على ان كاينه شي حاجه سهله ولا انها سهله معاهم، ولكن مع ذلك تقوا في راسهم، تقوا في الاهداف ديالهم وخدموا عليهم. غنقول لكم واحد القضيه بالزربه، انا كنت خدام في شركه هذه واحد 3 سنين كنت خدام في شركه ديال الادويه، شركه عالميه ديال الادويه، كنت مدير جهوي ديال جهات الشمال ياك، وشاءت الظروف على انني خرجت من الخدمه وعندي 44 سنه، دابا عندي 46 سنه، بون كانت عندي قربت نقفل، قربت نسالي 43 عام، وخرجت من الخدمه وطحت في واحد الازمه، وجات في رمضان وجات في العواشر، مازال عاقل جات في رمضان وتقهرت، وبقيت تنقول ربي كبير انا ما وصلت لهذا المستوى اللي وصلت ليه، وهذا انا ما كنتش في هذا النيفو انا شحال هذه، ولكن ما وصلت هذا المستوى الا وانني قديت نوصل ليه، دونك دابا غادي نقد نوصل لمستوى واحد اخر. ومع ذلك كانت عندي زوجه ومطلق وعندي وليد كنصرف عليه، المهم تسدات عليا الدنيا، ولكن ما رجعتش للور، ما قلتش لا صافي الدنيا سالات، ما قلتش صافي لا راه ما نقدر ندير والو، حيت 43 عام ولا 44 عام راه صعيب تلقى خدمه، ولكن لا قلت صافي بركه داكور. دونك اختي الا كنتي تايقه في الايجابيه ديالك، ولا كنتي تايقه في الايجابيه اللي فيك، ما تخلي حتى واحد يقول لك بانك راك ما غاديش تقدري، ولا راه ما توصليش، ولا راه ما تحققيش الاهداف ديالك، ولا راه ما تزوجيش، ولا ما ديريش. ما تبقاوش تسمعوا لهادمين الاحلام، ما تبقاوش تسمعوا لهذوك اللي كيهرسوكم، ما تبقاوش تسمعوا لهذوك اللي كيتشكاو، ما تبقاوش تسمعوا لهذوك اللي عرفتيهم اللي كيقول لك وايلي وراه كنعرف واحد السيده مسكينه راه، ما تبقاوش تسمعوا لهذوك الناس، ثقوا في ريوسكم كما قلت لكم الله قبيله الله سبحانه وتعالى فضلكم على الملائكه، عطاكم الله كل شيء، علاش تنقصوا نتوما من ريوسكم؟ عندكم امكانات هائله، عندك شتي اختي راه فيك واحد القدرات لا متناهيه، اي بني ادم عطاه الله واحد القدرات لا متناهيه، وقادره تصنعي معجزات، وقادره انك تخلقي الحياه اللي كتمناي انت، اللي كتبغي انت، حيت كل شيء بين يديك، ثقي في راسك، كوني على يقين على ان هذه الازمه بحال كاع الازمات غادي تدوز، وغادي تصنع منك انسانه قويه، وغادي تصنع منك انسانه ايجابيه، وغادي تصنع منك واحد الانسانه ناضجه في عقلها، وغادي تصنع منك واحد الانسانه اللي كتقبل التحديات، وغادي تصنع منك واحد الانسانه اللي كتقبل الازمات، وغادي تصنع منك واحد الانسانه اللي كتعرف تعاون الناس ملي كيكونوا في الازمات. ما خصكش تستسلمي، لان حياتك على المحك، دابا راه اي واحد غادي يستسلم حياته مشات، انا ما نستسلمش، وانت ما تستسلمي حشومه، كبري يقينك بالله، كبري اليقين بيك، بيك انت، كبري اليقين في المستقبل بان المستقبل زوين كما قالت الاخت قبيله، ان مع العسر يسرا، ربي ما صيفط لينا هذا الشيء الا ومن موراه كاين مستقبل زوين، بزاف ديال الانظمه تقادو، الصحه غادي تقاد، التعليم غادي تقاد، وراه نايض، راه الناس بدات تطرح على راسها تساؤلات، راه ربي صيفط فيروس بلوكا كل شيء، دونك هنايا نشوفوا نظام المعتقدات ديالنا، نشوفوا راسنا كيفاش عايشين. لو فات على انك بعدا ما عرفاش المستقبل ديالك سي فري كيخلعك، ولكن راه هادشي اللي مزيين الدنيا، راه هو اننا ما عارفينش المستقبل، راه هادشي اللي زوين، تصوروا كنتو عارفين شنو غيطرى غدا بحال شي فيلم صافي انت تفرجتي فيه، غيقول لك اجي نتفرج واحد الفيلم، لا انا ديجا تفرجت فيه ما يعجبكش، دونك هنا ما تحاوليش تحكمي في المستقبل، ما تحاوليش تحكمي فيه تي نوز با ما كديري والو تحاولي تفاداي الاخطاء، لا راه كلشي كيغلط، كلشي كيغلط، وحيت اللي خايف يغلط راه ما كيدير والو في حياته، وكيغامر بشي لحظات ديال السعاده اللي شنو هما، هي اننا ملي كنطيحوا في شي ازمه ولا ملي كنغلطوا هذا وكنفكوا داك الشيء وكنردوه من بروبليم تردوه اوبورتونيتي، من مشكل تردوه فرصه، هذيك راه واحد السعاده لا تصور.
انت بوحدك يمكن لك تاخذي القرار على انك تغيري وتطلقي العنان للامكانات ديالك وتغيري حياتك، حيت الا ما درتيهاش انت ما كاين حتى وحده غادي ديرها في بلاصتك، حتى وحده. وكاينين بزاف ديال المسائل اللي نقدروا نبداو بهم، وكاينين بزاف ديال المسائل اللي نقدروا نغيروهم في حياتنا بواحد الطريقه سلسه. نصيحتي الاخرى اختي، ما عمرك ما تفقدي الامل، ما عمرك جامي.